السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو ده هوضح الاكزيلاري ليمف نود. دي مجموعة من الليمف نود عددهم من 20 ل 30 كده، وبيبقوا موجودين في الفايبرو فاتي تيشو او في الاكزيلا. هما 5 جروبس: انتيريور او بيكتورال جروب، وبوستيريور او سكابيولار جروب، ولاتيلر جروب، وسنترال جروب، وابيكل او انفرا كلافيكولر جروب. ندخل على اول جروب اللي هو الانتيريور او البيكتورال جروب. مكانهم فين؟ اهم هم موجودين على اللور بوردر اوف البكتوراليس ماينور. موجودين على اللور بوردر اوف البكتوراليس ماينور along lateral thoracic vessel. اللور بوردر او اللاتيلر بوردر اوف البكتوراليس ماينور. طيب ايه الفيسلز اللي بتروح تصب فيها؟ الانتيرور واللاتيلر وول اوف الترانك لحد مستوى الامبليكوس. كل ده بيطلع يصب في الانتيريور جروب. بيجي لهم كمان من السنترال واللاتيلر كوادرانت اوف الماماري جلاند. فاكرين لما قلناها السنترال واللاتيلر كوادرانت اوف الماماري جلاند هيروحوا يصبوا فين؟ في الانتيريور جروب. طيب الانتيريور جروب دي بعد كده هتروح تصب فين؟ هتروح تصب في السنترال وكمان الابيكل جروب. تمام، دي الانتيريور او البيكتورال جروب موجوده على اللور بوردر اوف البيكتوراليس ماينور. بيروح لها الانتيريور واللاتيلر وول بتاع الترونك والسنترال واللاتيلر كوادرانتس اوف الماماري جلاند، وهتروح بعد كده تصب في سنترال والابيكال جروب في الاكزيلاري ليمف نود. الفيسلز وهي راحه للليمف نود اسمها افيرنت، وهي خارجه من الليمف نود اسمها افيرنت. طيب البوستيريور او السكابيولار جروب دي بتبقى موجوده على اللور بوردر اوف السب سكابيولاريس الونج السب سكابيولار فيسلز. يبقى هي موجوده عند اللور بوردر اوف السب سكابيولاريس. اللي بيروح يصب فيها دي بقى من ورا. الانتيريور كانت بتاخد من الترانك من قدام، هنا البوستيريور هتاخد من الترانك من ورا، الباك اوف الترانك لحد مستوى الالياك كريست، وكمان اللور بوردر بتاع الباك اوف نيك، والاكزيلاري تيل اوف البريست. يبقى الاكزيلاري تيل اوف بريست بيصب فين؟ في البوستيريور او السكابيولار جروب. بعد كده هتروح تبعت لايه؟ هتبعت برضو للسنترال والابيكال جروب. دي البوستيريور جروب. طيب اللاتيلر جروب دي بتبقى موجوده عند الابر بارت بتاع الهيوميروس، بوستيرو ميديا لللور بارت بتاع الاكزيلاري فين. هي موجوده along الابر بارت اوف الهيوميروس. اللي بيروح لها كل الابر ليمب اكسبت فيو ليمفاتكس بتمشي along الكفالك فين. هتروح تصب في حاجه تانية هنقولها كمان شويه. يبقى اللي بيروح في اللاتيلر جروب اللي موجوده along الابر بارت اوف الهيوميروس كل البارتس اوف الابر ليمب اكسبت فيو ليمفاتكس. دي هيروح يصبوا فين؟ هيروح يصبوا برضو في السنترال والابيكل، وشويه هيروحوا لللور ديب سيرفايكال ليمف نود. بيبقوا شويه موجودين هنا كده فوق الكلافيكل. تمام، دي اللاتيلر جروب بيجي لها من كل الابر ليمب ما عدا فيو ليمفاتكس، هتروح للسنترال والابيكل واللور ديب سيرفايكال ليمف نود. طيب السنترال جروب بقى نشيل الشخبطه دي نحط تاني. السنترال جروب بتبقى موجوده في الاكزيلاري فات قرب البيز اوف الاكزيلا. بيجي لها منين؟ من الانتيريور والبوستيريور واللاتيلر جروب. دي بتروح تصب ودي بتروح تصب ودي بتروح تصب، هي واخده. هتروح بقى صبه فين؟ على الابيكال. سهله، يبقى السنترال دي موجوده في الاكزيلاري فات قرب البيز بتاع الاكزيلا، هي بتجمع من الانتيريور والبوستيريور واللاتيلر وتروح تصب في الابيكال جروب. طيب الابيكال بقى دي بتعمل ايه؟ اللي هي الانفراكلاف. دي موجوده عند الابيكس اوف اكزيلا والابر بوردر اوف البكتوراليس ماينر، ومن اسمها هتبقى تحت الكلافيكل. يبقى عند الابيكس اوف اكزيلا والابر بوردر اوف البكتوراليس ماينر. بتاخد منين؟ بتاخد من كل الاذر جروب، انتيرور طبعا انتيرور كده، وبوستيرور ولاتيلر، وكمان اللي هي السنترال. طيب بتاخد كمان من الابر بارت اوف الماماري جلاند.
يبقى الابر بارت اوف الماماري جلاند هتصب فين؟ في الابيكال جروب. والفيو لمفاتكس اللي احنا قلنا بتمشي الونج الكيفاليك فين. طيب بتروح تصب فين بقى؟ بتتجمع علشان تكون لي سب كليفيان لمف ترانك. سب كليفيان لمف ترانك، ودي بتفتح على الناحيه اليمين في الرايت لمف دكت، واللي على الناحيه الشمال هتفتح في الثوراسيك دكت. وفيو لمفاتكس كده هتروح تعدي كمان تصب في اللور ديب سيرفايكال لمف نود. نقولها تاني، هي موجوده عند الايبكس اوف اكزيلا والابر بوردر اوف البكتوراليس ماينور انفراكلاف، بيجي لها من كل الاذر جروب والابر بارت بتاع الماماري جلاند. والفيوليمفاتكس اللي ما كانتش بتصب، الفيوليمفاتك بتاع الابر لمب اللي ما كانتش بتصب في اللاتيرال جروب، ودي بتتجمع وتكون لي سب كليفيان لمف ترانك. على اليمين هتفتح في الرايت لمف دكت، وعلى الشمال هتفتح في الثوراسيك دكت، وكمان شويه بيعدوا لللور ديب سيرفايكال لمف نود. ناخد حته ابلايد اناتومي كده. دلوقتي الاكزيلاري لمف نود بكل انواعها بيصب فيها ايه؟ الابر لمب والبريست والانتيريور ترانك والبوستيريور ترانك. اللي قدام كان لحد الامبليكس، وورا لحد الالياك كريست. وبالتالي اي مالجنسي او انفكشن في المناطق اللي احنا قلناها، في الابر لمب، في البريست، في الانتيريور بادي لحد الامبليكس، في البوستيريور بادي لحد الالياك كريست، هيأثر لي على اللمف نود دي. تمام؟